اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن حمدي ابو رادي. ازيك كابتن؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك ايه؟ زي الفل الحمد كله لله. كله تمام؟ كله تمام. امورك كويسه؟ زي الفل. مفتقدينك بقالك فتره ما بتطلعش. ليه؟ انا كنت قريب موجود معاك. من شهر وشويه. قريب ده طيب ما تعتبر قريب. عايزينك على طول يا كابتن ان شاء الله. كابتن حمدي خليني ابدا مع حضرتك، يعني نبدا بالتعادل امبارح في مباراه واضح فيها تباين المستوى بالنسبه للنادي الاهلي عن ما سبق. دي حقيقه طبعا. هيمشي المباراه بتاعت امبارح يعني من فتره كده، من بعد خساره اول بطوله اللي هي في بدايه الموسم السوبر الافريقي. السوبر الافريقي دوت حاله اللعيبه نفسها، يعني مش هي اللي فنشت الموسم اللي فات بالقوه اللي اسعدت جماهير النادي الاهلي. طيب انا حاسس كده او شايف ان في حاله تشبع. حاله تشبع من اللعيبه كلها، لان هي يعني عمرها ما حصلت. لا بنقول بقى سوء اداء والمدرب والتغيير والكلام دوت، لا يعني انا بحللها كده، هو تشبع. حتى التشبع وصل الاداء في الملعب. الناس ممكن تقول عليها ثقة زايدة، بس أنا ما بقولش ثقة زايدة، هو إهمال. يعني إحنا بقينا مهملين في الملعب شوية. حاسين إن هنكسب في أي وقت والوقت بيعدي. ده مش المباراة اللي فاتت دي بس، يعني من فترة طويلة من ساعة والله. كابتن خطيب يا أخي برضه، كابتن خطيب ده برضه راجل، يعني عشان برضو محدش يقولك مش عارف ايه. كابتن خطيب السنه اللي فاتت، مش السنه اللي فاتت، من 3 4 شهور في الحفله بتاعه الاهلي استثنائي، اتكلم عن هذا الامر تحديدا حوالي 2 أو 3 مرات. والله يا كابتن حمدي، قال لك احنا السنه دي اخذنا كل البطولات او 99% من البطولات اللي في كل الالعاب، مش في الكوره بس، في كل الالعاب. مظبوط. فكابتن خطيب ساعتها قال يا جماعه 3 4 مرات، يعني حتى كلنا ايه كابتن مش من عادته ان هو بيكرر الكلام، كرره 3 4 مرات طول في كل ما بيجي يتكلم يقول لك يا جماعه السنه الجايه سنه صعبه، السنه الجايه سنه صعبه، مفيش حاجه اسمها نتشبع ولا كسبنا ولا مش عارف ايه، فانسى الكلام ده. لو هتحضروا الفيديو يا سمير لو سمحت كامل، لو لحقته النهارده يبقى كويس جدا. فانا بشوف انه مهم جدا الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، لانه واصل لكتير من الناس. هو ده اللي باين في، يعني واضح في الملعب. يعني في تفسيرات، في ناس بتفسر بقى يعني كتير، كل واحد بيفسر، بس انا بفسر من وجهه نظري وكوني لاعب في النادي. فالحاله اللي انا شايفها تشبع، وتشبع يعني ايه بكم كبير، لان السنه اللي فاتت الموسم اللي فات النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي عملوا كل ما يمكن في الكوره. اوكي. من بطولات لاداء السنه دي، بس الثقه الزايده هي مش يعني الثقه، يعني وصلت درجه الاهمال. يعني لدرجه ان ممكن يبقى في لعيب بيعمل باص وهو شايف ان الكوره هتتقطع، بس بيعملها برضه. هو يعني متخيل يعني الاهمال اللي جواه او التشبع، حاله التشبع اللي موجوده. خلينا نقول تشبع افضل. يعني بس انا يعني ما التشبع دوت، بس برضو انا يعني ببقى مهمل في الملعب، مهمل في مستسهل للامور، ان في اي ثانيه انا هكسب طبعا. الدقيقه بتعدي ورا الدقيقه ورا الدقيقه. طول ما انت النادي الاهلي ما احرزت هدف، الفرقه اللي قدامك كمان ما هي ما بتلعبش لعب مفتوح، جيم مفتوح، زون ديفنس، وزون ديفنس قوي جدا جدا. زائد برضو ان الريتم بتاع اللعيبه، مفيش الهجمه المرتده السريعه، دايما بناخد الكره من تحت من تحت، تكون الفرقه نزلت تحت وعملت زون ديفنس جامد، ويعني طول 90 دقيقه بتلاقي المنظر ده موجود. ايوه. فلازم يكون في دوافع جديده، لازم كل لعيب يخلق لنفسه دوافع، واكيد الجهاز الفني الدوافع دي يشوف دوافع جديده للعيبه، لان الموسم احنا لسه في اوله ولسه عندنا لقاءات كتيره جدا جدا، سواء افريقيه او على المستوى كاس العالم للانديه او الدوري، يعني موسم طويل.
فمحتاجين اللعيبة كل لاعب يخلق لنفسه دوافع. اللعيب الكويس ما فيش استسلام، ما تستسلمش للنتيجة، لازم يخلق نفسه دوافع ولازم يجدد في افكاره ولازم الدوافع دي. يعني حتى النهارده في كلام كابتن خطيب مع لجنه التخطيط كان النهارده كله عن، مع مارسيل كولر ايضا كان كله عن الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، اللي هو رقم واحد السبب في تباين المستوى والاداء، ثانيا يجب ان يكون هناك دوافع جديده يتم عملها للفرقه خلال الفتره القادمه. ما فيش شك، هو ده اللي هي ايه بقى يا كابتن؟ يعني هنا المدرب هيروح يقول او المدير الفني هيروح يقول للعيبه ايه؟ طبعا مش يعني مش هقدر اقول، لان انا مش يعني مش جوه لا، بس الدوافع معروفه. انما انا كلاعب لازم اخلق لنفسي دوافع حتى كمان. انا اللاعب نفسه، اللاعب دوت هو اللي في الاخر هو الاداه اللي بتنزل في الملعب وتنزل تادي وتنزل تشوف، لازم يعني دوافع في بيته، في اصحابه، في طموحاته، في يعني مش انا حاسس ان اللعيبه بعيده شويه عن التفكير في الكوره. يعني انا رايح التمرين لازم وانا رايح افكر انا عايز اعمل جديد، ايه السلبيات اللي انا عملتها في المباراه، وايه السلبيات اللي زميلي عملها، واللي لان هي كره لعبه جماعيه، ما انا ما بلعبش لوحدي. مظبوط. فانا شايف هي دي النقطه المهمه. اهم السلبيات من وجهه نظرك يا كابتن؟ الفنيه طبعا، يعني جوه الملعب. اهم حاجه أيوة. واخطر حاجه استسهال المكسب، الروح استسهال المكسب. انا يعني مش عمري ما هكسب من غير مجهود، عمري ما هكسب من غير تصليح اخطاء، عمري ما هكسب من غير ما اراجع نفسي، اشوف ايه الاسباب، اشوف زميلي عامل ايه. يعني انا حتى ما فيش ما اعتقدش ان في بيبان عتاب، العتاب اللي هو عتاب الاحباب الفريق، مش خناقه. لا مش خناقه، ما بحس يعني مش حاسس ان دي موجوده في الملعب. الموضوع انتهى، بنشوف اللي بعده. فالوقت يعدي، اللي بعده الوقت يعدي، انا بفضل كما في مكاني، المنافس اللي قدامي بيعلى بالروح المعنويه بتاعته. لكن على الجانب الاخر برضو بعض من جمهور النادي الاهلي شايف انه الروح لعيبه النادي الاهلي محتاجه ان هي تزيد شويه. يعني مش هي دي هي بدايه نهايه السنه اللي فاتت وبدايه السنه دي. في الشك، ما فيش شك، ما هي دي واضحه وضوح الشمس. ان الروح مش هي، لان لو الروح موجوده كل الروح دي هتخلق دافع ليا، هتخلق هتبقى بدل دافع جديد. صحيح، واحد هيبقى 11 لعيب، مش المجموعه اللي قاعده على الدكه برضو. انما يعني ما ينفعش ان انا قاعد لوحدي بفكر لوحدي وانت قاعد لوحدك، احنا في الاخر فرقه. صحيح. فاعتقد ان اللعيبه برضو تقرب من بعضها شويه، لازم تشجع بعض، ولازم نحمس بعض. اللي فات انتهى، الموسم احنا لسه الموسم طويل جدا جدا، في مشاركات كتيره قوي 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 قوي. ده الفتره اللي جايه دي لوحدها فيها بتاع 4 5 ماتشات ورا بعض. انت الفتره اللي فاتت دي انا عن نفسي انا حسيت ان الدوري قرب يخلص، يعني الموسم قرب يخلص. خلي بال حضرتك يا كابتن، دي بتعتبر ميزه للنادي الاهلي، انه خلي بال حضرتك انت ايه اللي حصل؟ انت فقدت اربع، يعني تعادلت ماتشين. مسؤولين النادي الاهلي كابتن خطيب ولجنه التخطيط عملوا ايه؟ قعدوا ليه؟ عشان يشوفوا ايه، مش عشان فقدت 4 نقاط. لا، ولكن هم شايفين، ده الناس كلها نجوم كبيره جدا، كابتن خطيب، كابتن طبعاً محسن، كابتن زكريا، كابتن حسام، فشافوا ان هناك في حاجه غلط. في ايه التباين يا جماعه؟ ايه الفرق الكبير ده؟ فعشان كده احنا بنقول لا، لازم يبقى في وقفه من هنا، وابتداء من يوم السبت اللي جاي مباراه يانج افريكانز، على الرغم من صعوبتها. يعني يانج افريكانز كسبان في الدوري 5-1 سيمبا زي ما حضرتك قلت، وكسبان واتغلب من شباب بلوزداد، ولكن فريق مش سهل، فريق قوي، فريق عايز يكسبك. طبعا اكيد. هو يعني برضو ايه
مباراتي السبت اللي جاي دوت ان شاء الله عايزين اللعيبه تعتبرها انها بدايه جديده، لان اللي فات دوت مش محسوب على النادي الاهلي، ومش محسوب لعيبه النادي الاهلي. لعيبه النادي الاهلي ما بتستسلمش. خسرت ماتش، ما انا ممكن اخسر ماتش، ما الخساره وارده طبعا والتعادل وارد طبعا، انما الاداء، ايوه الموضوع الاداء هو ده المهم. الاداء يعني اكيد ان الكابتن خطيب ولجنه التخطيط بيتكلموا في الاداء، لان مش هو ده الشكل واداء لعيبه النادي الاهلي. صحيح، الناس اللي متعوده، انا طفيت التلفزيون على حاجه كويسه وبعدين فتحتها لقيت نفس الحاجه بس وحشه، بين لحظه والتانيه الاسباب ايه؟ لازم ادور على الاسباب. ولازم كل لاعب في الفريق لازم يبحث جوه نفسه ايه السبب. فكرنا وبحثنا وجددنا دوافعنا، هتلاقي شكل جديد. المباراه اللي جايه مباراه افريقيه، يانج افريكانز فرقه مش هينه، وخاصه على ملعبها. صحيح. لان هناك سيمبا التنزاني ويانج افريكانز الاثنين يشبهوا بعض يعني جماهيريا كمان يعني. صحيح. فالمباراه مش سهله. جماهير هناك في الاستاد هناك كتيره جدا 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 جدا. ودي طول عمرها ما بترعبناش، الجماهير ما بترعبناش، احنا يعني بنتحدى وعندنا المقدره في اي مكان. صحيح. بس لازم نرجع لحالتنا. حالتنا ازاي؟ لازم نوحد افكارنا، نشوف سلبياتنا ايه كلنا. انا حتى لو انا شايف الكابتن اسلام في دروب في حاجه، لازم بيني وبينه اتكلم. اللعيبه بينها وبين بعض. طبعا. أوكي. لازم، ما احنا الكره لعبه جماعيه، انا ما بلعبش لوحدي، وانت ما بتلعبش لوحدك، الكره لعبه جماعيه، فلازم انا اكون في حاله معنويه عاليه، في حاله بدنيه كويسه، في حاله قادر ان انا انفذ كلام المدرب وانفذ طريقه المدرب واوصل للهدف. ما يبقاش الواحد لوحده هو اللي بيفكر بس، لازم ال 11 في الملعب يبقى تفكير واحد، هدفنا واحد فيه. فالمباراه اللي جايه محتاج اللمه دي، محتاج لمه اللعيبه. ويعني اتمنى ان ده يحصل خلال المباراه القادمه. عموما خلينا اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. ايه اللي على كولر يجب ان يفعله يا كابتن حمدي قبل مباراه ماتش يوم السبت ان شاء الله؟ طبعا رقم واحد لازم معنويا يرجع اللعيبه لحاله بدنيه وفنيه، هي هتبقى مش تدريبي، مش مجرد حاجات تدريب يعني أساسا. انما هي معنويا بمحاضرات، بتذكره لأهم الانجازات الموسم اللي فات واداء كل لاعب الموسم اللي فات، يرجع بالذاكرة ويفكر اللعيبة بأدائه في مباراة كذا في مباراة كذا، يعني يقارن هو فين الموسم اللي فات فين واحنا فين دلوقتي. صحيح. لان طبعا حصص تدريبية مفيش. هو سفر هيوصل على المباراة ان شاء الله يعني. فهي الكلام هيبقى كله نظري نفسي ومعنوي ونفسي، تهيئة اللعيبة بس. أهم حاجة إن اللعيبة تكون عايزة، اللعيبة لازم تصاب. ما أعتقدش إن مستر كولر يعني عايز يخسر أو عايز يبقى الأداء بتاع الفرقة لا يرتقي باسم النادي الأهلي، أو لا يرتقي باسمه هو كمان شخصيا، ولا يرتقي بأدائه الموسم اللي فات، والناس تغنت بيه، الجماهير اتغنت بمستر كولر بالاداء اللي اللعيبه عملوه. لازم يرجعهم للحاله المعنويه كالموسم اللي فات، هو دي الفرصه الوحيده. بمساعده اللعيبه اعتقد يعني محتاجين 90 دقيقه كل لاعب يرجع لحالته المزاجيه اللي بتبسطه وبتبسط اهله وبتبسط جماهيره وبتبسط الجهاز الفني بتاعه وبتبسط مجلس الاداره.
جميع الاطراف حواليه. اعتقد لما يوصل للحلقه دي يبقى مستر كولر نجح والامور هتمشي اعتقد ان افضل من الفتره اللي فاتت. امبارح لعبنا ماتش، بكره هنسافر، يوم السبت ماتش، هل تخشى على الفريق من الارهاق؟ يعني اتفضل. انا هتكلم على 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 لعيب كوره مقاتل، مفيش حاجه، مفيش حاجه اسمها ارهاق. انا لازم اعدي نفسي، كل لاعب يعدي نفسه للمعركه، لان الحاجات دي انا عارفها مسبقا، مش لسه ايه انا قمت الصبح قالوا لي ده في كذا 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 كذا. صحيح. فانا انا مقاتل، و ال 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 يعني الفنيات والوقت وزمن الكوره دلوقتي افضل من زمان بكتير، كتكنولوجيا وكادوات وك يعني حاجات كتير، وكظروف طيران. يعني انت ظروف طيران، انت عندك طياره خاصه ما بتنتظرش. صحيح. غير الاول كنت بتقعد 3 ايام عشان توصل اي مدينه في اي بلد افريقيه. ف لازم لعيب كوره زي ما قلت مقاتل، لازم اتحدى اي صعب. مفيش حاجة إن أنا عندي أرهقت لعبت ماتش ومش أو هسافر، وما أعتقدش إن الأمور دي مفروض يعني إنها تسيطر أو تستحوذ على أفكار وفكر لاعب النادي الأهلي. عودة الكهرباء لقيادة خط هجوم النادي الأهلي في المباراة القادمة أعتقد هيبقى فيها فرق كبير. مفيش شك. مفيش شك، لأن كهرباء الناس يمكن فوجئت بيه، وانا عن نفسي يعني ان هو لما لعب راس حربه ادى اداء عالي، ويمكن الناس يعني ما حسيتش ان هو كان بيلعب جناح يمين او شمال، انما هو لانه ايه كهربا بيلعب بدماغه اكتر ما بيلعب بجسمه وقوته وعضلاته. صحيح. بيفكر كويس، درجة تنفيذه عالية جدا، وهو دوت اللي بيخليه دايما بيجيب أهداف حاسمة ونجح في المكان بتاعه. خسارة يانج أفريكانز من شباب بلوزداد 3-0، هل ستزيد من صعوبة مباراة الأهلي؟ في الشك طبعا، دي لأن هنا مرتبطة بنفس البطولة. غير كده كمان ان احنا بنلعب يانج افريكانز على ملعبه، وعلى ملعبه هو جماهيريا عالي جدا هناك، وهو المنافس الوحيد، هو وسيمبا التنزاني هم اقوى فرقتين هناك، وهم المستحوذين على البطولات سواء الافريقيه او الدوري، هم المستحوذين. ويمكن اول 50-50 الجماهيريه هناك بين يانكا افريكانز وسيمبا التنزاني. صحيح. فالمباراه صعبه جدا طبعا، مش وبعدين خسارته قدام بلوزداد طبعا بتديله دي مدياله دوافع، خاصه انه بيلعب على ملعبه. صحيح. والافارقه طبعا لطبيعه المناخ عندهم بيمتازوا دايما بالقوه الجسمانيه والمجهود العالي. وبرضه هم اتطوروا عن الاول يعني فنيا، اتطوروا. الاول كان افريقيا تمتلك القوه اكتر من الفنيات، دلوقتي احنا بنشوف افريقيا فيها فنيات تعدت القوه، والطبيعه الجسديه بتاعتهم طبعا اللي بتديهم الميزه دي. مستواها تطور برضو يا كابتن، الكره الافريقيه مستواها تطور بشكل كبير جدا جدا جدا، الفرق كمان منتخبات طبعا جدا جدا اتطورت. وانت بدليل ان احنا بتشوف مدربين اجانب، كلها الفرق الافريقيه معظمها مفيش يعني المدرب المحلي قليل، زائد صح ان الدوريات الاوروبيه معظمها مليانه لعيب افارقه، لان هو الكنز اللي موجود لاوروبا، هو موجود وبيملكوها. طيب الطريقة الفنية الأمثل، هل يكمل كولر الشكل اللي بيلعب بيه دائما، ولا يغير من الشكل ولا من أداء بعض اللاعبين؟ ما أعرفش. هو مع يعني أصله عشان أغير الطريقة، أول مستر كولر يعني ما بيلعبش بطريقة دفاعية،
بيلعب. احنا طول عمر النادي الاهلي عمره في حياته ما عمره في حياه النادي الاهلي ما لعب بطريقه دفاعيه سواء بره او جوه. بره بيبقى فيه حرص زياده وتأني زياده وتقسيم زياده لينا في البتاع. فاعتقد ان هو هيمشي بنفس المنطق دوت، لانه لو دافع معنى انه هيدافع الاخطاء هتكتر. انا دافعت بكم كبير، انا ممكن اتكل عليك وانت تتكل على اللي جنبك وتتكل على اللي جنبك. طول ما في تكتل دفاعي وزحمه كل واحد ممكن يتكل على التاني، فالاخطاء بتكتر. فما اعتقدش ان مستر كولر هيرجع يعني للحته دي، هيبقى في توازن طبعا. وبعدين في الاول وفي الاخر احنا النادي الاهلي يعني ما بنروحش ندافع سواء بره او جوه. وبعدين احنا مش قليلين، بس احنا اهملنا شويه الفتره اللي فاتت، اهملنا شويه. فدي البدايه ان نرجع تاني وترجع تاني الضحكه والفرحه للجماهير اللي هي بتتازم وبتتعذب وبتبات زعلانه للاداء بتاع الفرقه، مش عشان مكسب كمان، عشان الاداء. ف يعني ما اعتقدش ان هو غير الطريقه، انما هيبقى فيه حرص زياده قوي 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 قوي، لان المكسب مهم، والمكسب بيجيب مكسب وبيرجع الثقه وبيرجع حاجات كتيره قوي 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 ضايعه. طيب سيناريوهات المباراه من وجهه نظرك كيف ستسير هذه المباراه يوم السبت؟ انا شايف ان طبعا هيبقى في هجوم ضغط من اول دقيقه ليانج افريكانز. ليانج لان هم الفرق الافريقيه من نادر جدا 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 ان تروح تلاقي فرقه افريقيه سواء اهلي او زمالك او اي تلاقي فرقه بتدافع بيلعبوا لعب مفتوح. هم يعني الطرق بتاعتهم في الدول الافريقيه السمراء ما فيش طرق دفاعيه بيلعبوا بيها. احنا ممكن نلاقي الطرق الدفاعيه دي في شمال افريقيا. انما يانج افريكانز هتلاقيه بيهاجم بضراوه، وطبعا الجماهير هناك كبيره جدا كبيره جدا صحيح. وتبقى عامل مساعد. انما احنا عشان نقابل الهجوم الضاري في من اول ثانيه لازم نكون هادين ومنظمين، واحنا في نفس اللحظة احنا بنهاجم ما بندافعش. لان معنى ان انا دخل في جوايا ان انا بدافع، انا خلاص يعني فقدت 50% من قوتي. ف هجوم مقابل هجوم. اوكي. واحنا برضو دايما بقولها، احنا النادي الاهلي بره او جوه عمرنا ما دافعنا في حياتنا بره او جوه. يعني لدرجه ان كنا في المباريات اللي بره لو اتغلبنا اتنين ممكن نبقى مبسوطين وفرحانين، لان احنا عارفين ان احنا في ملعبنا. لان بس ايه كمان، احنا اتغلبنا ما بندافعش صحيح. انما عارفين ان احنا في ملعبنا ان احنا نجيب ثلاثه واربعه وكررت كتير. فاتمنى يا رب يكون الكلام اللي انا بقوله يكون يحصل وجماهير محتاجه تفرح شويه. خلي بالك جماهير تبقى زعلانه طبعا جدا. الاداء بعيدا عن صح طبعا النتائج مهمه جدا، ولكن بعيدا عن النتائج بس لو الناس شايفاك بتقول عليك هيسقفوا لك. اللوحه الجمهور اللي لازم ايه صحيح. اللوحه تفرحه. طيب تاريخ مواجهات النادي الاهلي دايما مع الانديه التنزانيه فرق كبير جدا في النتائج وفي كل شيء. هل ده ممكن يؤثر على المباراه باي شكل فنيا يعني؟ لا يعني انا يعني برضو النتائج مش كبيره قوي يعني ما فيش سكور، ما فيش اربعات ولا ثلاثات ولا يعني ما فيش الكلام ده حصل. فاحنا لازم برضو نكون حريصين يعني. مش معنى كده ان انا اقول ايه لو دخل فيها جون ابقى انا كسبان، ولا جولين بس ابقى انا كسبان. لا انا لازم اقاتل اني مفيش احرز اهداف يجيب الجون ما يخشش فيها جوان. ما يخش فيها جوان ده مبدئيا. لكن يعني هو مثلا فريق يانج افريكانز قيمته التسويقيه 1.4 مليون يورو،
16 مشاركة في دوري أبطال إفريقيا، تسع مشاركات في البطولة الكونفدرالية، وبالمناسبة هو كان قريب جدا من البطولة الكونفدرالية السنة اللي فاتت. في الدوري العام في تنزانيا لعبوا 9، ترتيبه الأول 24 نقطة، فاز في 8 وتعادل في مباراة وحيدة، جاب 26 هدف، وكأقوى خط هجوم وعليه 5 أهداف كأقوى خط دفاع. يعني في 9 مباريات هو أقوى خط هجوم وأقوى خط دفاع في 9 مباريات في الدوري التنزاني، الدوري المحلي يعني. أيوة أيوة. أنا بس ليه بقول هذا الكلام وبأصر دايما إن أنا أوري لحضراتكم الحاجات دي ليه؟ لأنه يا كابتن الناس فاكرة إن أنت رايح تلعب ماتش سهل وراجع. مفيش حاجة اسمها كده. أنت رايح تلعب فريق قوي، فريق واحد من الفرق المصنفة في الأول في تنزانيا والمصنفة إفريقيا كتصنيف تاني أو تاني. مظبوط مظبوط. بس يعني ردا عليك في النقطة في النقطة دي بالذات، جماهير النادي الأهلي لو الأهلي راح فين؟ هو طالب منه المكسب. لا طبعا طبعا. لا بس هو طبعا طالب منه المكسب وده اللي احنا نتمناه دائما، ولكن انا بقول لحضرتك انه في الآخر انت مش رايح تلعب لا مش وراجع يعني. يعني دي عقيده في جوه الاهلاويه، جوه الاهلاويه. انا رايح الاعب ريال مدريد، انا عايز اكسب، ورقم واحد عندي المكسب، ولو ما كسبتش ازعل، الجماهير يعني طبعا تزعل. طبعا فدي قدر قدر اي لاعب يلعب في النادي الاهلي، هو دي جماهير النادي الاهلي طول عمرها ما اتغيرتش، ما غيرتش الليفل بتاعها يعني. اخيرا يا كابتن، توقعاتك نتيجه المباراه يوم السبت، هل يستطيع النادي الاهلي الفوز في هذه المباراه من وجهه نظرك؟ والله الفوز سهل جدا جدا جدا. سهل؟ جدا. أوكي. جدا. انما الفوز ما جاش ما خسرش. اوكي. لان الخساره بتوجع شويه. انما الـ حتى لو بيبقى فيه تعادل بره بيبقى طبعا. يعني ليه طعم شويه طبعا. هنا بس دايما يعني مش عايز اقول ايه، ان اللعيبه برضو تقول ايه، انا عندي ماتش عوده او ماتش هيبقى في ملعبي. لا انا لازم احسن من هناك. صحيح. اي حته ملعبي، في تنزانيا، في السنغال، في الكاميرون، في اي مكان، اي ماتش بقى لازم. ده ملعبي، انا بلعب كوره و11 ضد 11، وانا النادي الاهلي اكسب بره زي جوه بالظبط. صحيح. ما ارتكنش على اللي جاي. عموما نتمنى ان شاء الله ان احنا نشوف شكل مغاير لتذبذب المستوى وتباين المستوى الواضح جدا خلال الفتره الاخيره ما بين مباراه سموحه وما بين مباراة يانج افريكانز، وتكون زي ما حضرتك قلت الكابتن حمدي هنا الحقيقة قال كلمة حكمة جدا، ان هي قد تكون بداية جديدة لنادي الاهلي بعيدا عن بداية الموسم. انا بشكرك جدا يا كابتن حمدي على وجودك معنا، شكرا جزيلا، بستمتع دايما بوجودك معنا وما تغيبش عننا كتير. ربنا يخليك، انا اللي شاكر ليك وسعيد جدا ان انا كنت موجود النهارده معاك. ربنا يخليك يا كابتن، انا بشكرك شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل الاساتذة الاستاذ جمال الزهيري والاستاذ محمود صبري في ضيافة البيت الكبير.